شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة القانون ده قانون اقتصادي اجتماعي في المقام الأول، هو قانون بيحمي الاقتصاد الوطني وبيدفع عجلة التنمية وبيدرأ أي مشاكل قد تعوق تأثرها أو توقفها في المستقبل نتيجة ارتفاع الأسعار، اللي أصلا المورد أو المقاول أو اللي مقدم الخدمة ملوش أي ذنب فيه. شفنا أسعار الفايدة زادت وأسعار الصرف زادت وسلاسل الإمداد قلت وأسعار الشحن زادت والأسعار كلها بقى فيها تضخم موجة عالمية كبيرة جدا، كان يصعب على أي حد منتج أو مورد خدمة إنه يستمر. الحقيقة أنا بحيي الحكومة على هذا القانون وبحيي اللجنة الموقرة على التقرير القيم اللي تقدمت به، وعايز أقول إن هذا القانون بيضمن استمرارية العملية. إحنا قبل كده كان عندنا الإصلاح الاقتصادي كل شوية يروحوا عاملين نسبة معينة عشان برامج الإصلاح الاقتصادي. القانون ده هو قانون مستمر، قانون بيطمن المستثمر او مورد الخدمه ان الدوله واقفه جنبه وهتضمن انها تعوضه في حاله وجود اي اسباب خارجه عن ارادته. في اليه للتعويض وفي برامج للتعويض وفي شروط عملها وهتعملها وزير الماليه في التعامل مع التعويض. ده كله بيطمن المستثمر وبيخلي المستثمر لما يقدم عرض من عروضه ما يبالغش فيها درءا لاي يعني اسعار قد يعني في المستقبل. في بعض الحالات الموردين بيحطوا مارج 10% زياده يقول لك اسعار الصرف او اسعار الفايده او اي تقلبات. النهارده لما يضمن ان الدوله هتعوضه هيبدا يحط السعر الفير ويحط التعريفه المناسبه اللي تعمل له تنافسيه قويه قدام منافسين. انا الحقيقه بحيي الحكومه وعايز اقول ان القانون ده بدايه رساله جديده لمناخ الاستثمار وتهيئته في مصر. وشكرا سياده الرئيس. شكرا.